وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. نرحب فيك سعادة السيد عادل في نشرة أخبار الثالثة. من المؤمل أن تصدر عن المؤتمر الخامس للبرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة عدها البرلمان العربي تتضمن رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي. يعني ما هي أوجه أو مضامين هذه الرؤية البرلمانية؟ مساء الخير أخي الكريم، وشكر لك هذه الاستضافة الكريمة. طبعا كما تعلمون أن مشكلة الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحديا خطيرا للدول العربية ولدول العالم كافة، خاصة في الأونة الأخيرة، وهي طبعا من التحديات التي لا تحتمل أي تأخير في التصدي لها لأنها تتعلق بحياة ومعيشة الشعب العربي. لذلك عمل البرلمان العربي على تخصيص مؤتمرها الخامس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حول هذه القضية، طبعا وعد مشروع وثيقة تضمن خريطة عمل ورؤية برلمانية لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي. وقد عملنا قدر الإمكان على في البرلمان العربي على أن تتضمن هذه الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه أمتنا العربية في هذا الملف الهام، وتقديم عددا من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه القضية. طبعا حرصنا كذلك على إشراك كافة البرلمانات العربية في إعداد هذه الوثيقة. من هنا كانت الاجتماعات التحضيرية أمس بشاركة ممثلي رؤساء البرلمانات العربية لوضع اللمسات الأخيرة عن مشروع الوثيقة قبل اعتمادها في مؤتمر رؤساء البرلمانات يوم السبت القادم إن شاء الله في مقر جامعة الدول العربية. كما تعلم بأن الوثيقة بعد قرارها اعتمادها من رئيس البرلمانات العربية سترفع إلى القمة المقبلة على مستوى القادة العرب. وطبعا البرلمان العربي دائما يقدم رؤية معينة لكل القمم العربية من خلال رؤية تشريعية برلمانية عربية. نعم، إذن ما هي التوصيات التي تتوقعون أن تجمع عليها الدول العربية فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي؟ طبعا بحكم أهمية هذا الملف الوثيقة تشتمل على 12 توصية أو مقترح كانت كلها محل إجماع بين ممثلي البرلمانات العربية، وأبرزها في مراجعة تحديث التشريعات العربية من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة. نعم. وطبعا توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية وحوكمة إدارة الموارد المالية المائية العربية وتعزيز الاستثمارات العربية البينية واتخاذ خطوات تكاملية جادة في مجال الأمن الغذائي. طبعا تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والدعوة إلى إنشاء صندوق غذائي عربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي ذاتيا خاصة في أوقات الأزمات. وهناك مقترحات أخرى يتضمنها مشروع الوثيقة. نحن طبعا في البرلمان، نحن في الوطن العربي نمتلك الكثير من مقومات التكامل اللازمة لتحقيق الاكتفاء العربي في مجال الأمن الغذائي. لدينا الأراضي العربية الشاسعة الصالحة للزراعة، وكذلك لدينا الأيدي العامل الماهرة القادرة على أنها تقوم بالأمور الفنية والوفرة المالية لدى عدد كثير من الدول العربية. لكن أمانة خلي أكون معك واضح، نحتاج إلى إرادة حقيقية لتفعيل هذا التكامل على أرض الواقع، وهذا نعم. طبعا ما تم التركيز عليه في الوثيقة. نعم، من القاهرة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.